هلا والله عبد الكريم وهاني منورين. الى فين؟ الى قطر. ها اسمع بتشجع مين؟ الاخضر. ها رايحين نشجع الاخضر. ها يلا مباراة ايش؟ مباراة الاخضر موجود جوا. مباراة السعودية والارجنتين. انتوا بتعطونا التيشيرتات صح؟ صحيح حق السعودية. حركات مظبطين هونداي. طبعا الرحله هذه برعايه هونداي زي ما قلت لكم. صد ورد، اول رحله في حياتي صد ورد. طبعا عبد الكريم من بيار اريبيا منسق لنا الرحله كل شيء. الله يعطيك العافيه، ما قصرت، بيض الله وجهك. ان شاء الله نستمتع في الرحله باذن الله. ما شاء الله المطار هنا القسم هذا فاضي فاضي مره تمام. لاول مره بجرب القطريه صد ورد على طول. طائره اللي بنركب ان شاء الله بوينج 787-8. طيب هنا الان السوق الحره كزي القبه، شايفين؟ هذا اللاونج الخاص للخطوط القطريه. طبعا اللاونج هذا اول مره ادخله. سبق ان سافرت مع طيران الاتحاد، لهم لاونج مختلف، فاول مره ادخل اللاونج هذا. عبد الرحمن بالعافية يا حبيبي. الله يسعدك. طيب بسم الله توكلنا على الله، بنصعد الطائرة الآن. اللاونج اللي كنا فيه قبل شوي هذا لاونج مشترك، يعني ما هو خاص بالخطوط القطرية، فبالتالي كان نوعا ما لاونج عادي لأنه مشترك. لكن اللاونج الحقيقي بتشوفوه إن شاء الله في الدوحة، في مطار الدوحة. كل طيران لها لاونج خاص. ما شاء الله اول مره اشوف طائره بابها الجهتين مفتوح. كل شيء فيها شعار كاس العالم. هذه مويه قطريه اتوقع. انا ما قد زرت قطر، اول زياره لي. تلحف ونام تعطي على نوم. طبعا الرحلة قريب ساعتين، ساعتين وحاجة. صراحة حركة مبتكرة، يعني طريقة الإرشادات وإنك لازم تربط الحزام ومدري إيش من الكلام، بس بطريقة يعني غير عن العادة. يعني كانت تتفرج عن الفيلم بس ايش؟ بتعليمات مبطنة. هذا شيء جدا جميل صراحة، الله يعطيهم العافية. تحركنا على بركة الله. الصراحة الطيارة تجيب النوم، نظام التعليم فيها جدا مريح. ما شاء الله طيارة كبيرة. هاي في قائمة الإفطار كان في العصير هذا عبارة عن كوكتيل 30. طبق الأول من الفطور وصل. المقبلات والمحبوسات والكلام. انا ما احب السلمون اللي ابدا، احب السلمون بس ما احب ما ناسبني. كان في بيض تمام، هنا اتوقع جبنه مدري ايش مره لا. والسمك هذا حلو، اللي عجبني انه المخبوزات جاي حار، يعني يسخنون شيء زي كذا. احنا الان قريب الرياض، ما شاء الله المخبوزات لذيذه. الان الوجبه الرئيسيه عبارة عن بيض ومكان وبطاطس. طبعا الآن في النهار واضح معاكم ضخامة الطائرة. جدا ضخم، ما تحس كأنك بالطيارة، تحس كأنك في كروزر. ما شاء الله تبارك الله. في ناس تشخر الله يهديهم. الرحلة الجميلة صادفت شخص جدا جميل. يعطيك العافية يا أخي محمد، أستاذ محمد، أستاذ التقنية ما شاء الله تبارك الله. صدفة جميلة والله. الحمد لله على سلامتنا، وصلنا الدوحة الآن. شوفوا تبعد كم؟ 1278 كيلومتر عن مكة المكرمة.
كذا رسمياً في قطر. هنا الشباب مبسوطين. طبعاً هذه هي الطائرة اللي جينا فيها. وهذا المطار. مطار الدوحة. شوف من هنا توقع. أوضح. المطار هادئ. شوف هنا شعار كأس العالم. شوف الطائرة هذه. قاعدين يسحبونها. الله داعسين يا مدير. طيب الان حنركب المترو. بس ليش ما وقف لنا الباب هذا؟ الابواب خلينا اوريكم الدب المشهور. شوف هنا. بس اتوقع اثناء المغادرة نقدر نشوف. انا خلينا الحق الشباب لا يتركوني بس. بدنا نشوف الجماهير. طبعا هنا الجماهير المكسيكية. شوفوا الدب من هنا واضح. الدب هذا اشهر دب في العالم. الكل يتصور عند الدب هذا. ان شاء الله اثناء المغادرة ما ادري حنروح عند ما اتوقع اظن هنا المغادره ما ادري الله اعلم. لازم اخذ صوره معه. ذكرياتي هو اول مره اجي قطر اول مره. طيب الحمد لله. سريع سريع تعطيهم بطاقه هيا يعني على التطبيق يعني مو لازم تطبع ولا شيء ونفس الوقت تشيك على الجواز والتسجيل وسريع سريع تدخل الدولة على طول. يلا حبيبي يلا اليوم نلعب انا وياك. طيب يلا قطع الصالون. طيب كذا وصلت نهاية الفلوق. الفلوق كان تركيز أكثر شيء على الرحلة والإجراءات وإلى آخره. كانت الإجراءات جدا سهلة والأمور تمام. وأيضا كأول تجربة لي على الخطوط القطرية حبيت برضو أصور لكم يصير الناس ممكن تستفيد اللي حاب تحجز على هذه الطائرة. كذا بنتهي الفلوق. أتمنى الفلوق نال على إعجابكم. الفلوق الجاي فلوق المباراة إن شاء الله. أتمنى أنكم تنبسطوا. كان معكم أبو نهال. أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وكن مبتسما دائما من قطر الدوحة في أمان الله. يا رب يا رب. يلا 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 كمل كمل. لا 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 أوكي تمام 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 تمام. لا بأس لا بأس لا بأس. تمام تمام تمام. يلا يلا يلا. دفاع 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 دفاع. ارجعوا دفاع ارجعوا دفاع. الله يستر الله يستر. يا رب يا رب.